السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكل أصدقائنا الأعزاء اللي بيتابعونا. النهاردة إن شاء الله الحلقة رقم 5 من Management Insights بالعربي. برضو بنكرر للي ما تابعناش قبل كده وأول مرة يشاركونا، إحنا مجموعة أنا وموسى وعاطف، بنتقابل كل يوم السبت الساعة 3 عصرا بنتكلم على كل ما هو له علاقة بالمانجمنت Insights، والشوز بتكون باللغة العربية. والتارجت بتاعنا من الشو ده ان هو علم ينتفع به ولو معلومه بسيطه بتبقى من طرفنا، بالاضافه طبعا المعلومات القيمه جدا اللي بنكتسبها من الكومنتس والاسئله اللي حضراتكم بتسالوها لنا. في البدايه قبل ما ادخل الحلقه احب اسلم على اصدقائي اللي معانا النهارده. ازيك يا موسى؟ ازيك يا عاطف؟ ازيك يا شادي؟ ازيك يا عاطف؟ اهلا بجمهورنا الجميل. ازيك يا عاطف؟ ايه الاخبار؟ الصوت مش واضح يا عاطف. كده تمام. المايك بس ولا يهمك. طيب النهارده احنا اتفقنا ان شاء الله هنتكلم عن المانجمنت الانفنتوري مانجمنت. طبعا زي ما كاتب في البوست كده، للي بيحبوا الكوره مثلا الجول كيبر، للي بيحبوا يتفرجوا على افلام المخرج، الناس اللي دايما بتبقى ممكن دورها مش واضح الى حد كبير في المنظومه، لكن هم دورهم بدونه المنظومه كامله بتتدمر. وجهه نظري ان الانفنتوري مانجمنت هو اللي بيقوم بالدور ده، هو العمود الفقري مش اونلي للسبلاي تشين بس، لا للبزنس كله. والانفنتوري مانجمنت هو احد اهم ادوات قياس نجاح البزنس. الشركات اللي بتدير الانفنتوري بطريقه سليمه تقدر تستمر وتنافس في السوق، ولو لا قدر الله ما درتوش بطريقه سليمه بتبدا الخسائر تزيد. فقبل ما نبدا كده ونخش في التفاصيل، احب اوجه اول سؤال كده على طول لموسى، يعني ادينا تعريف كده عام عن الانفنتوري مانجمنت يا موسى على طول كده. طيب تمام. الاول برحب بيكم يا شباب، برحب بالناس اللي معانا. بجد احب اشكر كل الناس اللي بتحضر السيشنز دي، لان بجد الكومنتس بتاعتكم بتفرق معانا جدا، والسبورت اللي احنا بنشوفه منكم بجد بجد بيفرق معانا اللي احنا نقدر نكمل باذن الله. بالنسبه للانفنتوري مانجمنت، والله الاول نرحب بعبد الله محمد. شكرا عبد الله. احمد ازيك يا ابو حميد؟ نهال على طول معانا، ازيك يا نهال؟ بالنسبه للانفنتوري مانجمنت يا جماعه، دايما بيبقى يحصل هنا في ايه، اكد على الحته اللي قالها شادي، اللي دايما من الاجزاء اللي هي لحد ما مظلومه مش مذكوره، ما حدش شايفها ولا منتبه لاهميتها. however فعلا الفاليوز اللي بتقدم عن طريقها مش طبيعيه. عدم وجود كنترول او مانجمنت كويس للانفنتوري ممكن يؤدي لمشاكل رهيبه جدا وكوارث كمان. بس خلينا الاول نوضح يعني ايه انفنتوري مانجمنت. انفنتوري مانجمنت هي ببساطة جدا، هي لو حتى عرفناها باللغة العربية هي إدارة المخزون. بيحصل دايما كونفليكت ما بين الـ Warehouse Management والـ Inventory Management. مع احنا بنتكلم عن Inventory مش بنتكلم عن Warehouse. طب هو ايه الفرق بين الاثنين؟ طب وايه ده وايه ده وايه ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه؟ ببساطة جدا الـ Warehouse، هنخش الأول في الـ Warehouse Management. Warehouse ببساطة جدا عندك المخزن، كيفية إدارة المخزن بتاعك. بنتكلم هنا عن الـ Labor، كل الـ Resources including Labor، Machineries، الـ Space، واللوكيشنز اللي بتشتغل فيها جوه المخزن، والعمليات المرتبطه بالمخزون بقى اللي هنجيله كمان شويه ده، الانباوند او الماتيريال اللي جايه المخزن واللي طالع من المخزن الاوت باوند. ده جاست ا فيري سمبل ديفينيشن، تعريف بسيط جدا عن الوير هاوس وبعض العمليات اللي جوه المخزن نفسه. لكن انفنتوري مانجمنت احنا بنتكلم عن حاجه ثانيه خالص، بنتكلم بقى ايه بقى اللي جوه المخزن ده، المخزون نفسه، كيفيه اداره المخزون. طب هل ده ليه علم وساينس ومبادئ نشتغل بيها؟ بس خلينا نقول مثلا في الجزء بتاع inventory management لازم نتكلم عن حاجتين، بتتقسم لحاجتين مهمه. رقم واحد هي النظره الشموليه للمخزون، بيسموها aggregate inventory management، يعني المخزون ككل ازاي تدير المخزون ككل. الجزء الثاني اللي هو الايتم انفنتوري مانجمنت، طب ازاي ندير على مستوى القطعه الواحده او الكومبوننت او البرودكت وات ايفر، النوع في اندستري بتاعك عامل ازاي. طيب بالنسبه للاجريجيت، لما بنيجي نتكلم عن الاجريجيت او ازاي ننظر نظره شموليه على المخزون بتاعنا، فاحنا بنتكلم دلوقتي ايه هو مثلا على سبيل المثال
البيست ستوك ليفل اللي انت ممكن توصل له. يعني طبعا احنا عارفين مشاكل الانفنتوري، كل ما نزود الانفنتوري في حاجتين بيحصل. رقم واحد بيزيد طبعا الساتسفاكشن ليفل عند العميل. يعني هو ايه الفكره كلها لما يكون عندك مخزون؟ ان انت بتحاول ترضي العميل بتاعك عشان لما يحصل فيه اوردرز او سادن اوردرز يكون عندك مخزون يساتسفاي نيدز بتاعت العميل. طب دي رقم واحد. طب ايه اللي يحصل لو الكميه دي زادت او قلت؟ لو زادت يبقى عندك كباشة كميات زياده، هيبقى فيما بعد ربما سلو موفينج او رواكد هيبقى عندك، وده كوست. طب لو قلت يبقى عندك العكس، يبقى عندك ستوك اوت، يبقى عندك نيدز ديماند وانت مش قادر تساتسفاي ديماند، وده هنا هيبقى عندك لوسز اوف اوبورتيونيتيز، يبقى عندك اوردرات موجوده باك اوردرز او اوردرات كان موجوده وبعدين انت مش عارف تساتسفاي. في كلتا الحالتين عندك كوست. هي دي بقى الفكره اللي بتكلم فيها، ازاي تدير المخزون كويس جدا عشان تعمل البالانس اللي احنا عايزين نوصل له بقى ما بين الديماند بتاعك اللي هو ازاي تساتسفاي نيدز اللي عند العميل، وفي نفس الوقت ازاي تكيب الكوست مينيمال از ماتش از يو كان. والموضوع مش ايزي از ات سيمز، يعني مش ببساطه جدا، الموضوع فعلا معقد وصعب التحكم فيه. عشان كده بترجع فعلا اهميه الانفنتوري مانجمنت، دي نظره شموليه للانفنتوري مانجمنت. لو اتكلمنا شويه نبريك داون بقى الديفينيشن ده، خلاص احنا فهمنا احنا بنحاول نكنترول مخزون، عندنا المخزون اللي يكفي ويقضي الاحتياجات بحيث لو ما يزيدش عن الديماند ويقدم لنا المشكله او يقل عن الديماند، وفي نفس الوقت ده برضه في حد زاده مشكله. طيب النظره الثانيه بقى بريك داون شويه اللي هو الايتم انفنتوري مانجمنت. يعني ايه ايتم انفنتوري مانجمنت؟ يعني ببساطه جدا انت في الحته دي بقى عايز تجاوب على سؤالين. اول سؤال، انت عندك مخزون اوكي متقسم للكومبوننتس او ماتيريالز او برودكت فينش جودز واتيفر بقى انت ايه نوع الاندستري او البيزنس اللي انت شغال فيه. طيب السؤالين بقى هما ايه؟ هشتري كام الكوانتيتي؟ انا هشتري كام بقى من الايتم ده؟ وهشتري امتى؟ هيدي البص ده ملخص الايتم انفنتوري مانجمنت. ما هو ده المشكله، احنا تاني الموضوع ازاي تبالانس ما بين الديماند وما بين السبلاي. ده اصلا التشالنج بيقابل كل الناس اللي شغاله في انفنتوري مانجمنت والوير هاوسنج والعموم السبلاي تشين. ف هنتكلم في حاجتين، هتشتري كام؟ لان طبعا لو زدت في الكميه او قليت هيبقى عندك مشكله، وهتشتري امتى بحيث تجي لك فعلا في الوقت اللي انت محتاجه وما تملاش او ما تزودش الستوك ليفل بتاعك، وده هياثر فاينانشلي ليتر اون هنتكلم عن الجزء ده، او في نفس الوقت هياثر بحيث اللي انت الحاجه ما جاتش وانت عندك دلوقتي اوردر مش هتقدر تساتسفاي النيدز بتاعت العميل اون تايم. ده ببساطه جدا جدا الديفينيشن الخاص بالانفنتوري مانجمنت، سواء كان النظره الشموليه بتاعته والبريك داون او الايتم انفنتوري مانجمنت. بس طبعا الموضوع يعني ممكن نقول عليه اكثر صعوبه وتعقيده من كده، ممكن نشرحه بقى بالتفصيل فيما بعد. يعني تمام جدا يا موسى. يعني اقدر اقول باختصار كده ان الانفنتوري مانجمنت هي ازاي احافظ على الافيلابيليتي مع تقليل الستوك فاليو، هي الشعرايه والتشالنج العنيف اللي موجود في الانفنتوري الحته دي. طب تمام، من السياق ده ازاي اقدر اعرف الامباكت على الفاينانس من اداره الانفنتوري؟ سؤال عنيف كده لاخونا عاطف. بص يا شادي، صراحه يعني موضوع المخزون ده بالذات اللي انا بنقول عليه ان هو فلوس مركونه ببساطه. يعني قبل ما نتكلم بقى كفاينانشال كي بي ايز بقى واللي بيسمع خايف في الفاينانشال ستيتمنت والكلام ده، احب بس اقول الحته دي دايما، المخزون ده عشان نفهمه ده فلوس محطوطه في هيئه مخزون، في هيئه بضاعه محطوطه بقى في خامات، محطوطه في منتجات، محطوطه في ورك ان بروسيس. لو الحاجات دي مش موجوده وكنا سيلناها كانت تبقى معانا فلوس في البنك، كان يكون معانا كاش. فبالتالي الانفنتوري بيسموه ايه؟ كابيتال تراب، او المصيده بتاعت الكاش، ان الكاش بتاعك او الفلوس راس المال بتاعك محطوط في هيئه البضاعه دي. فدي كده قبل ما نتكلم على الفاينانشال ستيتمنت والامباكت في الفاينانشال ستيتمنت. فدي اول نقطه. النقطه الثانيه بقى ان في كذا كي بي اي فاينانشال وايز وكذا فاينانشال ستيتمنت المخزون بيسمع فيها، زي مثلا الكوجز او الكوست اوف جود سولد. الكوست اوف جود سولد في الاخر دي المصاريف البضاعه اللي احنا بنصنعها عشان بعد كده نبيعها. ففي الانكم ستيتمنت بتاعتنا بتلاقي الكوكس دي موجوده، تكاليف عليك. فانت عشان تزود الريفينيو وتزود مبيعاتك وتزود ربحيتك فانت لازم تقلل تكاليفك، فبتلاقي المخزون محطوط لك في الحته دي في
الكوست اوف جود سولد. فبالتالي الشركات بيكون عندها تارجت في الانفنتوري ليفل انه يقلل الستوك ليفل بتاعه عشان يوفر الكوست دوت وبالتالي يزود من ايه يزود من ربحيته. لان شكل المخزون مش حاجه واحده طبعا, احنا عارفين المخزون ممكن يكون خامات, ممكن المخزون يكون ورك اون بروسيس عمليات تم عليها بعض العمليات, او يعني خامات مكونات تم عليها بعض العمليات, ممكن يكون فينش برودكت عندك مخزون منتج نهائي. فبالتالي هو رو ماتيريال اتصرف عليها كتير جدا كابريشن وعدد فاليو وموجود في المخزن عندك المفروض برضه يتباع. فكل الكوكس دي ايفن اي تكاليف انت بتحطها بقى على الاوبريشن دي انت كبزنس بقى بتبقى عايز توفرها عشان لو وفرت الكوست ده او وفرت التكاليف دي فانت هتزود الكاش. فده امباكت موجود في الايه في الانكم ستيتمنت. في البالانس شيت, البالانس شيت بيتحط المخزون كاسيت كاصول ثابته, رغم ان حاجه كويسه ان انت يكون عندك اسيت كبيره, ولكن زي ما بيقول كده دايما ايه ان الانفنتوري از اسيت ريكواير مور ريلايبيليتي او 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 ريكواير مور لايبيليتي. يعني المخزون ده رغم ان هو في الاخر ده اصل ثابت ودي حاجه يعني بتبقى اصول الشركه وكل حاجه, لان الاسيتس هي اي حاجه في الشركه ممكن تسيلها بعد كده اصل ممكن تسيلها لفلوس, ولكن المخزون هنا ممكن يبقى عندك مشكله فيه ان هيتطرق منك او هيتطرق الى حاجات تانية مصاريف تانية تدفعها علشان تحافظ على الاسيت دوت. فزي ما حتى احمد مجدي في التعليقات لو تذكر الكومنت بتاعه كاتب ذا هيدن كيلر, فعلا اللي يسموه هيدن كيلر بيسمى سايلنت كيلر. فاينانشال وايز اداره المخزون دي من الحاجات الكريتيكال جدا 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 اللي لازم ناخد بالنا منها جدا, لانها بتامباكت عندي في اكتر من حته في الفاينانس. طبعا اخر حاجه بقى الكاش فلو, المخزون بيأثر نيجاتيف على الكاش فلو. فتبقى انت لا خلي بالك تكير اني انا الكاش ده بلود بتاع الشركه, فانت لازم ناخد بالنا جدا ان انت لو ما فيش كاش في الشركه فالشركه ممكن تموت. فلازم يكون في بلود موجود كده, الشركه معاها كاش تصرف تدفع فواتيرها تقبض موظفينها. فمش هقعد اشتري بقى بضاعه واشتري خامات واشتري قطع غيار وفي الاخر ما يكونش معايا ايه ما يكونش معايا مخزون اقدر او ما يكونش اشتري معايا كاش اقدر اقبض بيه الناس. فتكر المخزون لانه بيدي نيجاتيف امباكت على الكاش. وطبعا الناس الفاينانس يتكلموا اكتر مننا في الكلام دوت, ولكن احنا كناس اوبريشنز وناس سبلاي تشين بنعرف الامباكت او التاثير او ده بيسمع فين عندنا. فهو بيسمع في الانكم ستيتمنت, في البالانس شيت, في الكاش فلو. فلازم ناخد بالنا جدا من ادارته لانه حاجه كويسه ومهمه للاوبريشن احنا نشتغل بيها, ولكن حاجه كريتيكال جدا للبيزنس ان ممكن فعلا شركه تقفل حرفيا لو ما عملتش اداره جيده جدا للمخزون, لان هتقع في مصاده المخزون وبالتالي مش هيكون معاها كاش انها تتحرك وايه وتكمل. تمام, فده اعتقد الرد على سؤالك يا شادي بشيء كده سريع يعني. تمام كويس جدا يا عاطف, ويعني استكمالا لكلامك عاطف والكلام احمد مجدي صديقنا لما قال ذا هيدن كيلر, ده ممكن يخليني اخش لنقطه الانفنتوري ميستيكس, الاخطاء اللي بتحصل في الانفنتوري. انا بحب اقسمها دايما لحتتين, حته سوفت وير وحته هارد وير. ممكن يكون ده مسمى شخصي انا اللي مسميه بالشكل ده. السوفت وير انا بشوف ان في كذا نقطه لما ما بنغلط فيها في الانفنتوري مانجمنت. انت سامعني ولا انا حاسس ان تمام. اول حاجه ان ما يكونش في نموذج او باترن موحد لتوصيف الخامات او قطع الغيار او المنتج النهائي ايا كان الشيء اللي بيتحط في المخزن ده. دي نقطه. النقطه الثانيه عدم وجود يونت اوف ميجرمنت صحيحه او دقيقه بمعنى ادق. يعني في بعض الحالات انا بقابلها شخصيا في العمل, بلاقي لها وحده قياس مره بالكيلو وهي نفس البند بلاقيه بعد كده مثلا بالمتر, زي مثلا المواسير في بعض الاحيان بيكودوها كود بوحده قياس الكيلو لانه مثلا مواسير حديد, وفي بعض الاحيان بتتكود بوحده قياس متر. مش هتطرق مين الصح الكيلو ولا المتر, لكن هتطرق ان وجود دوبليكيشن في وحدات القياس ده بيؤدي الى مشاكل رهيبه في الانفنتوري, بيخليك تشتري البند ده كذا مره. النقطه الثالثه ان ما يكونش فيه ام ار بي
اعتقد ام ار بي يعني تم كلام فيه كتير على لينكد ان، ناس كتير محترمه اتكلمت فيه وشرحته، وعاطف شخصيا كان عامل فيديوهات محترمه عن الام ار بي وفايدته وتطبيقاته ازاي. طب كل النقط الثلاثه اللي فاتوا دول محتاجين حاجه مهمه جدا، اي ار بي سيستم. يعني انا رايي الشخصي ان عدم وجود اي ار بي ده مدعاه الى الخطا. يعني لما تشتغل مانوال انت بتزود الهيومن ايرور اللي المفروض احنا بنحاول نتفاداها على قد ما نقدر. خامس حاجه اقدر اقول مثلا، ودي كان اتكلم فيها على خفيف موسى في اول نقطه، البين لوكيشن. الحاجه دي هي موجوده في المخزن، لازم يبقى ليها بين لوكيشن واضح. عشان هدي حضرتك مثال للناس اللي شغاله في المصانع وفي الاوبريشن، وانا عامل كيس استادي حصلت، كان محتاجين هيدروليك هوز، خرطوم هيدروليك، ووصلوا له في 45 دقيقه عشان يلاقوه في المخزن، ادى الى توقف الخط 45 دقيقه. بعد ما تم تطبيق نظام البين لوكيشن بقى يوصل له الخرطوم في اقل من دقيقه بمنتهى السهوله، من على السيستم بيعرف مكانها على طول، بيوصل بالماب اللي موجوده لمكانها في المخزن. طيب نيجي بقى النقطه الثانيه، الهاردوير. اي مخزن عشان يكون مريح في التعامل والستور كيبرز يقدر يوصل للحاجه المطلوبه منه بسهوله، غير موضوع البين لوكيشن، ان يكون في سيجريجيشن محترم. يعني لازم اكون مقسم الماتيريالز اللي موجوده جوه المخزن تقسيم يتبع طبيعه المخزون. يعني مثلا قطع غيار تتحط في مكان، الكونسيومبلز او رو ماتيريالز تبقى في مكان، فينيش برودكت في مكان اخر. طبعا في كاتيجوريز كتير جدا يعني، بس انا بتكلم على ممكن المين بيرنتس اللي موجوده. تاني حاجة، لازم يكون في مسافات بينية جيدة ما بين الراكس أو ما بين الأماكن اللي بخزن فيها، لأن في بعض المخازن بنحتاج مثلا فوركليفت. الفوركليفت ده لو المساحة الموجودة ما بين الراكس مش كافية ليه إنه يتحرك، دي هتولد له مشكلة كبيرة في إنه يوصل للحاجة اللي هو عايز يجيبها يعني. رابع حاجة أقدر أقولها، إن الراكات تكون أصلا ديزايند بما يتوافق مع الماتيريال اللي انت بتخزنها، سواء كأحمال سواء كدايمنشن. يعني ما ينفعش، وده انا شفته شخصيا، الاقي ركات محمله جدا ممكن احط عليها اطنان، بمعنى اطنان، وفي الاخر بحط عليها فيتنجز، حاجات بتتشد بالايد، ده اهدار للمساحه اللي ممكن تستفيد بيها يعني. المستيكس دي وجهه نظري، يعني لو احنا قدرنا نتفاداها هنحل كذا مشكله. اول حاجه، ان مش هيحصل زياده في المخزون بسبب الخطا في التكويد، ان انت هتجيب، او ان يحصل العكس، يحصل عجز ان انت ما تجيبش الماتيريال المطلوبه منك، بالتالي ده هيؤدي لزياده الانتاج، بالتالي برضو هينتج هوالك زي ما موسى قال، ما ممكن في حاجات تتحط على الراكس وتفضل مركونه لحد ما تتهلك، فدي خساره. والاوبسوليت ايتمز كمان حاجه مهمه، الايتمز اللي ليها اكسبايري ديت، دي حاجة مهمة جدا جدا، لازم يتم متابعتها جيدا، لأن ممكن حاجة أنت جايبها صح ومخزنها في مكانها صح، ولكن مش مطبق عليها النظام الصح، زي مثلا بنقول الفايفو، فتبقى موجودة وتكسباير وأنت مش واخد بالك، لأنك بتصرف منها غلط، بتصرف الأحدث، ما هي المفروض تصرف من الأقدم. بتأسف جدا. يعني في أخطاء كتيرة ممكن نتكلم عليها. بس عشان نكمل السيكونس ده، وبعد ما عرفنا التعريف العام، وبعد ما عرفنا الفاينانس امباكت، واتكلمنا شويه دلوقتي عن المستيكس الموجوده، هنحتاج نروح لصديقنا موسى انه يربط لنا كل اللي فات ده ويقول لنا ايه هي الانفنتوري كي بي ايز. موسى اعتقد انت المايك مقفول، معلش افتحه. تمام. الاول بشكرك شادي وعاطف، انت عملت سمعي جميل للجزء الخاص بتاع الانفنتوري واهميته. خليني بس ادي ابلكيشن بس على الجزء ده قبل ما اخش على الكي بي ايز. هاكد تاني على نفس الكونسبت، ان الناس اللي مش متخيله اهميه الانفنتوري مانجمنت لازم تتفاجئ دلوقتي اللي بيحصل فعلا للشركات اللي فعلا ما بتقدرش تكنترول الستوك بتاعها. احنا هنتكلم على الشركات دلوقتي من الصغيره واللوكال كامبانيز، بنتكلم على major players in the industries، شركات عملاقة جدا جدا قابلتها كوارث، لانها ما قدرتش تتحكم في المخزون كويس، وما قدرتش تطبق الكي بي ايز اللي هي كان المفروض عندها. يعني هديك مثال، بوينج على سبيل المثال في 97 كان الخسائر الخاصة بالشورتج ماتيريالز اللي عندهم معدية ال 2.5 مليار دولار،
عشان عندهم شورتج اوف رو ماتيريالز. نفس القصه بالظبط حصلت مع اكتر من شركه زي ابل مثلا، كان عندهم كوارث لانهم ما عندهمش او شورتج في بعض التشيبس اللي بيستخدموها في المانيفاكتشرنج بتاع السمارت فونز. نفس القصه مع نايكي، يعني في مثال مع سيسكو على سبيل المثال حصل في سنه 2000، كان عندهم كوارث لانهم المره دي بقى مش شورتج، لا ده كان عندهم اوبسوليت انفنتوري، كانوا اشتروا اكتر من اللي هم كانوا محتاجينه واضطروا بعد كده يتخلصوا من اكتر. شوف بقى الرقم 2.2 مليار دولار، انت متخيل معايا احنا بنتكلم في ارقام عامله ازاي؟ اهميه فعلا الانفنتوري مانجمنت مش طبيعيه، هي ممكن فعلا الموضوع يوصل لدرجه اللي هو يريز ا كمباني، ينجح شركه او ممكن فعلا يخليها تفشل، لانك بتتكلم في موضوع في اماونتس مش طبيعيه. احنا بنتكلم كمان على ايه؟ على شركات عالميه عندها المشاكل دي، فتخيل بقى احنا اللي ما عندناش الثقافه الكافيه، او بعض طبعا مش كل طبعا بعض الشركات اللي محتاجه فعلا تامباور الناس اللي عندها تانفورس نيو تكنولوجيز زي ما اتكلمت يا شادي، ازاي هي ابلاي التكنولوجيز دي عشان تطور المخزون بتاعها. فلما نيجي نتكلم مثلا عن الانفنتوري مانجمنت او كي بي ايز او انفنتوري كي بي ايز، من اللي هي هنربطها تاني بالمين كونسبت ازاي تبالانس ما بين الديماند والسبلاي. فانت عندك اصلا ايه؟ عندك كي بي ايز لها علاقه بالديماند، اللي هي على سبيل المثال الافيلابيلتي، الراجل اللي بيطلب منك الكاستمر اللي بيطلب منك البرودكتس بتاعته دي لازم تكون اون تايم ديليفري. باي ذا واي ذيس از ون اوف ذا كي بي ايز اند اتس ريليتد، يعني هي مرتبطه طبعا بالانفنتوري مانجمنت، يعني اصل الاثنين مرتبطين ببعض، انت لو ما عندكش مخزون مش هتعرف تعمل اون تايم ديليفري. الحاجه الثانيه الكواليتي، لان زي ما انت قلت يا شادي يعني في ممكن في وقت كتير جدا بيضيع حته الايتم فين، وده بيأثر ممكن انت نتيجه سوء التخزين او عدم تخزين في المكان الصح، الدامجز اللي بتحصل في الكواليتي ليفل، ان ممكن في حاجه ما يتمش اختبارها نتيجه الاخطاء اللي تم ذكرها وما الى ذلك. فعندك جزء خاص بالكاستمر، this could be one of the KPIs related to inventory management اللي مرتبط بالانفنتوري management، من ضمنها الاون تايم ديليفري، افيلابيلتي اوف ذا برودكتس، يعني هي موجوده اون تايم ولا لا، نقدر نسلمها اون تايم ولا لا، الفولفيلمنت ريت، يعني انت لما يجي يطلب منك اوردر هل انت قدرت تفولفيل الاوردر ده 100% ولا 99 ولا اقل ولا ايه. عندك بقى الاذر سايد اوف ذا سبلاي، اوكي، اللي هو بنتكلم عليه بنقول عليه انفنتوري كوست. ولما نيجي نتكلم عن انفنتوري كوست هتلاقي دايما بنتكلم عن حاجتين والاثنين بيضربوا في بعض شويه، الاوردر كوست والكارين كوست. يعني ايه الاوردر كوست والكارين كوست؟ حضرتك دلوقتي لسي انت عايز تطلب كميه، يعني عايزين نقول مثلا نقرب المثال شويه، نقول 1000 يونت من ايتم معين، اوكي، عندك كذا حل، من ضمنهم تطلب الاوردر ده مره واحده في الشهر، فبالتالي بتاع المشتري هيحب حاجه زي كده باي ذا واي، لانه هيشتري الان بالك ويشحنها في تراك او كونتينر وخلاص، خلص بقى من القصه دي، هيطلب مره واحده من نفس البرودكت ده مره واحده وخلص من القصه دي، فهو الاوردر كوست بتاعه بقى قليل. طب وات اف الناحيه الثانيه بقى الكاي كوست، ايه اللي هيحصل؟ هتخزن حضرتك ال 1000 يونت دول في المخزن عندك وهتعلي من الكاي كوست بتاعك. لان يعني ايه كاي كوست؟ يعني عندك المخزون ده موجود، المخزون ده تكلفه زي ما انتم ذكرتوا، بدل ما كنت اربط المخزون ده في مخزون في 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 ماتيريالز موجوده عندي في المخزن، كان ممكن استخدمها اكتر من استخدام، اتليست اضعف الايمان يا سيدي احطها في البنك واخد منها انترست بتاعي، فده على سبيل المثال ده اضعف المين. فعندك الكوست اوف ماتيريال، عندك حضرتك الترانسبورتيشن، ذيس از ون اوف ذا ترانسبورت لاند كوست بمعنى صح، ترانسبورتيشن كاستمز كلييرنس ادمنستريشن فيز، وعندك حاجات بيسموها بقى من ضمن بقى الهيدن كلرز الهيدن كوست بقى، من ضمنها الدامجز واللوسز اللي بتحصل للانفنتوري. حضرتك المخزون ده موجود في مكان وبيبقى عليه حركات طالعه وداخله ومفروض بيبقى عليه سوبرفيجن بشكل او باخر، لكن الاخطاء وارده يا سيدي، اضعف الايمان، الكوارث اللي ممكن طبيعيه، يعني احنا كنا في بعض الاماكن كان الاتربه والمطره دي بتاثر على الحاجه اللي موجوده، لو ما كانش في جود باكجنج، او حتى لو كان في جود باكجنج بس وذ اكستريم وذر كونديشنز وحاجات بتحصل خارج عن اطار البشر في التحكم، ففعلا بيحصل عندك دامج جوه المخزون، زائد بقى طبعا لا قدر الله بعض السرقات او الاختلاسات او ما الى ذلك من الحاجات اللي بتخش فعلا تحت الجزء بتاع الانفنتوري كوست. فده has to be يعني considered، انت عندك كده الديماند كي بي ايز والكوست بتاع السبلاي اللي من ضمن الاوردر ولا السبلاي ولا كاي كوست. طب وات اف خلاص يعني انا مش هشتري وان تايم ذا هول برودكت، يعني مش هشتري مره واحده في الشهر، هشتري اربع مرات. طب ال 1000 يونت دول على اربع مرات، هشتري كل اسبوع، خلاص يبقى انا هشتري 250 وحده كل اسبوع،
ايه اللي هيحصل في الحاله دي؟ اللي هيحصل ان عدد الاوردرز بتاعتك هتزيد، بدل ما تطلب مره واحده هتطلب اربع مرات. This is good for the incurring cost، لانك هتقلل كميه المخزون اللي عندك. حلو كده انا مبسوط، وبالتالي حصل اي حاجه من اللي ذكرناها دي فالكوست بتاعك بيقل. At the same time انت بتزود الاوردرز اللي موجود، وده كمان كوست في حد ذاته. هي القصه بقى ازاي تعمل البالانس ما بين الاوردر كوست والكاري كوست ده. وطبعا في lots and lots of methods وطرق كتير جدا الخاصه بال replenishment. يعني افتكر هي يمكن دلوقتي لو اتكلمنا عليها ممكن نقعد يوم بحاله نتكلم عليها. هنتكلم عن اللوت فور لوت، عن فيكسد اوردر كوانتيتي، هنتكلم عن مينيمال اوردر كوانتيتي او اوردر بوينتس، هنتكلم عن البريودك ريفيو سيستم ازاي تطلب كل فتره معينه. يعني في جزء كبير جدا خاص بال replenishment system افتكر ممكن يكون out of the scope today، ممكن نتكلم عليه في يوم تاني. بس this also has to be considered in the KPIs. ايه تاني من ضمن الحاجات اللي المفروض تكونسيدر لو انا راجل شغال في مخزن او كده؟ الاكيوريسي او دقه المخزون بتاعي. طبعا حته الدقه وكده هتخش بقى في الجزء الخاص بتاع الجرد. عندك انواع من الجرد، في الجرد السنوي اللي هو بتقفل بقى المصنع بقى وتقفل الاوبريشن بتاعك، مفيش ان واوت، الموضوع اتقفل كده وهات كل الناس بقى اللي عندك تنزل تجرد. وده in some places in some industries انت بتقفل for certain days، يعني ممكن تقفل يوم يومين ثلاثه حسب حجم المخزون اللي عندك، مفيش ان واوت. At the same time this is totally يعني huge cost huge losses، انت بتخسرها، انت متخيل؟ بس this is one of the method، وده بيحصل في معظم الشركات once a year، يعني في معظم الشركات. طبعا بنتكلم بقى عن النوع الثاني اللي هو السايكل كاونتنج، وده ممكن نتكلم اصلا عنه بقى في سيشنز مختلفه وطويله مش هنخش عنه. بس mainly بيستارت بالاي بي سي اناليسيس، زي تقسم الماتيريال بتاعتك وتحاول تعمل بريودك او تعمل كاونتنج ان بريودك واي، يعني كل اسبوع ممكن تجرد باي ذا واي، بس هتجرد مين؟ هي دي الفكره. كل ما تجرد الاي ايتمز اكتر كل ما يكون افضل ليك از ا كمباني او اورجانيزيشن، وكل ده بيساعد كمان اللي هو يحسن الدقه. بدل ما تقعد في اخر السنه حضرتك تيجي تبص ايه ده انا عندي شورتج من ده وزياده من ده، طب ايه المشكله؟ وتقعد بقى تعمل تريسنج ل 1 year of transactions، ده هيبك مش طبيعي. العكس بقى اللي بيحصل لما تيجي تبص بقى على الايتم اللي هو الايز دي او الاي ايتمز او البي ايتمز، هتعد الاي اكتر من بي اند سو اون، او البي اكتر من سي، وبالتالي حتى لو كان في مشكله ربما ممكن تتحل وتعرف المشكله والروت كوز بتاعها وتحلها، فهتلاقي الاي ايتمز. فده جزء مثلا يعني ممكن يحصل بكذا طريقه، يعني ممكن، بس مش عايز اخش ده. كل ما اتكلم في جزء هتلاقيني بخش في دي في الجزء ده، مش عايز اخش ان اناليسيس اكتر. بس السايكل كاونتنج او الجارد ده جزء من اجزاء الكي بي ايز. خلينا نرجع للمين توبك بتاعنا، وده جزء بسيط عن الكي بي ايز. تمام يا موسى، عظيم جدا. طب نرجع كده برضو لاصدقائنا، بقالنا فتره ما بصناش عليهم. نهال وندرفول بانش اوف سبلاي تشين اكسبرت، شكرا جدا نهال تاني. والسيد فاليو ديسكشن از يوجوال، شكرا جدا. صديقتنا منا بكر، وندرفول توبيك، شكرا. احمد مجدي، يو كان ابلاي ديلي كاونت از ويل. تمام يا مجدي، بس برضو بنقول طبيعه المخزون هي اللي بتحدد افضل انواع الكاونتنج او الجرد اللي تقدر تطبقه عندك. يعني طبعا المصانع الهيفي اندستريز زي اللي احنا شغالين فيها او في الاف ام سي جي الوضع بيختلف تماما. يعني طيب احب بقى اخش بسؤال مهم جدا، بحب اسمع كان عواطف على طول. من الحاجات اللي بتاثر على الانفنتوري مانجمنت تاثير عنيف جدا جدا، وهي اللي احنا قلناها في الاول خالص، هي الانفنتوري مانجمنت لو نجح في ادارتها هينجح الشركه، او لو لا قدر الله فشل ممكن الشركه تقفل. ايه هي دي بقى التاثيرات الناتجه عن الديماند فلكتويشن على الانفنتوري مانجمنت، وازاي نقدر نمانج الكلام ده كويس جدا؟ تمام يا شادي، هو برضه هاخد كلمه من اللي قالها موسى. هو بيتكلم على موضوع لما قال الاوردر فولفيلمنت، لو ان هو كمباني كي بي اي او سبلاي تشين كي بي اي، بس هو عمله لينك بالانفنتوري. ليه؟ لان ده مرتبط بده في الاخر. المخزون هو بيفولفيل الاوردرز اللي موجوده، واحنا عشان نفولفيل الاوردرز فبننتج وبناخد من المخزن، الاثنين مع بعض. فالامباكت بتاع فلكتويشن اكيد هيبقى ليه امباكت فلكتويشن الفوركاست، يعني فوركاست بقى كتير
او قليل اكيد هيبقى ليه امباكت على المخزون كمان، لان المخزون وكانه ميرور للفوركاست. انا لو عندي فوركاست جيد باكيرسي جيده وعمل تايت كنترول وتراست ان الفاريشن بتاعي كنترول، بالتالي ده هيخلي عندي المخزون بتاعي في ليفل اقل ما يمكن عشان انا واثق في الفوركاست بتاعي، مش محتاج اشيل مخزون كبير. تمام. ولكن بقى لو انا لقيت ان المخزون بتاع الفلكتويشن بتاع الفوركاست بتاعي كبير قوي، فانا مضطر عشان ابزورب الفلكتويشن ده اشيل مخزون احتياطي عشان لو حصل زياده كبيره جدا في الايه في الديماند عندي، فهشيل مخزون اكتر، فبالتالي هيبقى الامباكت بتاعه مش كويس. نلينكوا بقى باللي احنا قلناه في موضوع الفاينانشال كي بي ايز، ان هتلاقي ده امباكت بتاعه عليك بقى على الكوست اوف جود سولد مش كويس، فالكوست بتاعتك زادت. الكارين كوست برضو زي ما قال احمد موسى هيبقى كارين كوست اعلى، فتكاليفك هتزيد لانك مش عارف تظبط المخزون الفوركاست بتاعك من الاول فتتنبأ بيه بشكل كويس فتحكم المخزون عندك، فهما الاثنين هيرفلكت ببعض وبالتالي هيأثر على البيزنس كله، لان البيزنس بالكوست الزياده مش هيعرف يكمبيت، والبيزنس بالفلكتويشن الكبير بتاع الفوركاست مش هيعرف يبيع كويس هيخسر اوردرز. فصراحه طبعا الفوركاستنج من الحاجات المهمه جدا، لان ده درايفر او ده انا بسميه كده زي القاطره الاولانيه في القطر، الدرايفر بتاع القطر كله. فلو الفوركاست ماشي كويس، السبلاي تشين كله وراه او الديماند مانجمنت ماشي كويس، هتلاقي كل بقيه القطر كده ماشي تمام. لو العربيه الاولانيه فيها مشكله، فانت بالتالي بقيه القطر هتلاقيه فيه مشاكل كده عشان يوصل للديستنيشن. فبالتالي المخزون هو هيرفلكت زي ما قلت او اميرور للفوركاست ديفيجن دوت، هيتاثر، هتضطر تشيل مخزون بزياده، سيفتي ستوك بزياده، مخزون ممكن ملوش لازمه شيلته عشان انت قلقان من الفاريشن اللي ممكن يحصل. او لو انت بالناحيه الثانيه بقى، لو انت اتحفظت وقلت لا انا مش هشيل، فبالتالي هتلوز اوردرز وهتلوز سيلز، لانك انت الانتاج يعني ممكن ما يقدرش يوفي الاوردرز اللي ممكن تيجي. فلا الفوركاست طبعا على طول هيكون في ايرور فوركاست، واحنا عارفين الايرور ده بيلت ان جوه فوركاست، ولكن لازم على قد ما نقدر نحاول نستيميت الايرور ده ونحاول نكنترول الايرور ده عشان ما يعملش ريفليكشن ليا في البيزنس كله بما فيها الانفنتوري مانجمنت بتاعي، لان انا بحسب الانفنتوري مانجمنت اصلا على اللي انا شايفه وانا هبيعه والليد تايم بتاعي بتاع طبعا السبلاير كمان، يعني في انبوتس كتير جدا داخله في القصه دي، فمن ضمنها الانفنتوري بتاع فينيش جودز محسوب على مبيعاتي والفوركاست اللي انا هعمله، والانفنتوري بتاع الكومبوننت والرو ماتيريال محسوب على البرودكشن بلان اللي عملتها نتيجه الفوركاست بتاعي، فهي لينكد مع بعضها والامباكت بيبقى قوي جدا جوه السبلاي تشين. تمام تمام يا عاطف، شكر جدا. طبعا اصلا الموضوع بتاع الانفنتوري ده ما ينفعش الصراحه في حلقه واحده، احنا هنحتاج كتير، يعني الحته اللي انت اتكلمت فيها عاطف دي اصلا لوحدها بحر، والحته اللي قبليها بتاعت موسى برضو بحر تاني، يعني انا متاكد ان في كلام كتير انت محتاج تقوله وموسى كان محتاج يقوله، بس التايم فريم هو عامل لنا ريستريكشن شويه. طيب عشان بس احاول اكون عملنا الابيسود يعني الى حد ما مترابطه وماشيه ورا بعض، يعني احب اقفل الحلقه النهارده بالتقارير اللي انا اقدر اطلعها من اداره الانفنتوري وايه الاستفاده بتاعتها. يعني خليني اقولها على هيئه نقط سريعا كده بدون دخول في تفاصيلها. مثلا انا بيبقى عندي تقرير عن الستوك اون هاند، رصيدي في المخازن، عندي تقرير تاني بجيبه بحركه كل الماتيريال ان واوت، عندي تقرير خاص زي ما قال موسى بالاي بي سي، وده بقدر اعرف منه البنود الاعلى حركه، وكمان اقدر اعرف منه البنود الاعلى سعر لو انا بعمل لها اناليسز. يعني في تقرير بعد كده اللي بطلع منه الاوبسليت ايتمز، في تقرير بطلع منه السلو والنون موفينج ايتمز، بقدر اعمل تقرير عن كل ما تم استلامه وما هو لسه تحت الفحص في اداره الكواليتي، بقدر اعمل تقرير بكل الاوامر الاوردرز المفتوحه يعني الموجوده في البايب لاين دي، تهمني جدا الانفنتوري مانجمنت سبيشالي لما بيكون بيطبق الام ار بي عشان يتفادى الاوردرات الخطا اللي بتطلع. ممكن اقدر برضو اعمل تقرير بالحدود الدنيا، برضو دي حاجه ريليتد للام ار بي. طب كل التقارير دي وفي طبعا تقارير تانية اكتر بكتير بتفيدني في ايه؟
بتفيدني اولا مثلا انها بتساعد كل الادارات الاخرى غير الانفنتوري نفسه ان هو يحدد اولوياته. يعني مثلا المشتريات تقدر تحدد اولوياتها كمشتريات، الانتاج يقدر يحدد انتاجه. sometimes في المصانع اللي هي بتشتغل كونتينوس برودكشن وبيبقى عندها الفاريشن في المنتج التام مش كبير 3 4 بنود، ساعات خطه الانتاج بتاعته بتبقى ريليتد للستوك المتاح عنده من الخامات، عشان ما ينفعش المصنع وقفته بتكلفه خسائر اعلى. برضو من الحاجات اللي بتساعد الادارات اخرى الاداره الخاصه بالديماند بلاننج، هو بيقدر يحط خطط اكثر وضوحا لما يبقى عارف الستوك بتاعه وتفاصيله. يعني في فوائد كتير، منها برضو طبعا الايرور بتاع الهيومن بيقل بشكل كبير جدا من خلال التقارير دي. الموضوع كبير جدا، تفاصيله كتير، وزي ما احنا قلنا قبل كده ان او في بدايه حلقتنا ان الانفنتوري ده كي بي اي عنيف للسبلاي تشين، لا للبيزنس كمان كله. ولما تمانج الانفنتوري كويس تاكد ان باذن الله البيزنس بتاعك هينجح. في نهايه الحلقه انا يعني اتمنى نكون قدرنا نوصل ولو فاليو بسيطه جدا جدا لكل اللي تابعونا. نحب نشوف كومنتس منكم حتى لو بعد اللايف، ولو في اقتراحات بموضوع معين نتكلم فيه احنا تحت امركم. سعدت جدا جدا بلقائكم، متشكر جدا يا عاطف، متشكر جدا يا موسى، استفدت جدا بوجودكم معايا، شكرا، جود باي.